بالنسبة للجلوكوما أو المية الزرقاء، الحقيقة الاسم ده لا يعبر عن شيء في المرض غير إنه اتقال أو اتسميت بمية زرقاء على أساس إن في المراحل المتقدمة قوي أحيانا العين بتبقى شكلها مزرق شوية، وعشان كده سميت بالمية الزرقاء. لكن إيه هي المية الزرقاء؟ هي عبارة عن ارتفاع ضغط العين. لما ارتفع ضغط العين بيضغط على مكونات العين، أهم شيء جوه العين هو العصب البصري. مع الوقت، مع طول الوقت ومع طول ارتفاع ضغط العين، يفضل يضغط على عصب العين بيأثر على العصب ويحصل ضمور في أجزاء عن شيء في مع الوقت، يعني العصب تقريبا ينتهي ويضمر تماما. وبالتالي يسموها السارقة. ليه؟ لأنه في كل المراحل اللي أنا بتكلم عليها دي بتحصل الضمور في العصب، في المراحل دي كلها يحصل ضمور في العصب، وفي نفس الوقت ما فيش أي أعراض بتيجي للمريض، فالمريض ما بيحسش بأعراض. ليه؟ لأنه المية الزرقاء بتبتدي يحصل ضمور في العصب، فاللي بيقل إيه هو المجال بتاع الإبصار. المجال بتاع الإبصار ده اللي هو إيه؟ إن أنا بشوف يمين وشمال وفوق وتحت، ده اسمه المجال. المجال بتاع الإبصار لما يكون في عندي المجال ده يبتدي يقل شوية بشوية، مع الوقت المريض ما بياخدش باله إن المجال ده بيقل 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 بيقل، لغاية لما يبقى كأن الواحد بيبص من أنبوبة أو من خرم الباب، فما يشوفش غير اللي قدامه بس. وبعدين انا عايز بس اقول على حاجه، ان ده مش بيحصل لبس الناس اللي هو مثلا نقول مش متعلم او ان هو بيشتغل شغلانات معينه، لا، ده في جميع انواع الناس الموجوده، سواء كان متعلم جامد او نص متعلم او بيشتغل في اي شغلانه، كلهم نفس الحكايه بتحصل لهم. ليه؟ لان في حاجه اسمها سنس اوف دينايل. الواحد دايما بيعلق السبب اللي بيجيله على حاجه، لا ده انا النهارده ما نمتش كويس، لا ده انا النهارده، ويبتدوا بعد شويه بيتعود على الوضع الجديد لغايه لما يوصل لمرحله ان هو مش قادر، فبالتالي يروح للدكتور يقول له لا ده انت عندك مرحله متقدمه من المية الزرقاء. وبالتالي بنسميها السارقه لان الاعراض دايما بتبقى متاخره فيها بعد ما يكون وصلنا لمرحلة متقدمة جدا من المرض.